حلوه جدا. قلت له طبعا يعني اكيد طبعا. الجمهور اللي انت شايفه ده او اللي انت شفته من شويه ده اعتقد ان شاء الله في الموسم القادم سيكون متواجدا في كل المباريات بناء على الكلام اللي احنا بنسمعه، يعني من المفترض ان احنا نشوف الجمهور. اول حاجه عايزك تشوفها او الناس تشوفك من خلالها جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دائما السند القوي اللي بيعمل كل حاجه لجمهوره ولاعيبته اللي عمرها ما بتتخلى عنه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في لعيبه بتيجي النادي الاهلي كتير وبتمشي، وفي لعيبه بتيجي النادي الاهلي وبتمشي، ولكن اللعيبه دي عشان تيجي النادي الاهلي عملت كتير قوي 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 عشان تيجي النادي الاهلي. انا اعتقد ان انت من اللعيبه دول يا محمود، وهنتكلم في النقطه دي دلوقتي. عشان كده الجمهور ده مستني منه ايه خلال الفتره اللي جايه؟ طبعا الاول يا كابتن عايز اشكرهم على الدعم الكبير ومساندتهم ليا من فتره طويله جدا. فكره ان انا اسمع من ناس كتير ان احنا عايزينك في الاهلي، دي حاجه شرف لاي لعيب. في نفس الوقت محتاج اطلب منهم الدعم الكامل الفتره الجايه، سواء لتيم، طبعا هم بيقوموا بالدور ده مش محتاجين دعوه. السنه دي خير دليل. اكيد انا استنى منهم الدعم ده كشخص او كلاعب جديد على التيم ان شاء الله، ما احسش ان انا جديد على التيم ولا هم كمان ولا لعيبه ان شاء الله باذن الله. لكن رسالتي للجمهور ان هم دايما لازم يكون في دعم للفريق زي ما هم مستمرين في كده، علشان من غير الجمهور فعلا الفرقه ناقصه 50%. 50%؟ متاكد من الرقم ده؟ مش اكتر شويه؟ اكتر شويه ممكن. لا زود، لا زود شويه. زود كتير مش شويه. طيب انت كيف بدأ بقى